قلت ليش يا ابو حمزي ما تروح تفتح لحالك وتشتغل؟ تدينا من هو من اصدقائنا والحمد لله رب العالمين، الله وفقنا بعالم واشتغلت الحمد لله رب العالمين. أنا لبناني وقت اللي قلنا لهم الشعبيات فكروا تبع السبانغ وجبني وهيكي، وقت اللي اجوا شافوا الشعبيات تبعيتنا اختلفت، هذيك حلو هاي قطر، هاي بالقشطة وبالجوز وبقريشة الجبن نحنا بنشتغلها بالقشطيات. ايه هون اخواننا اللبناني بيقولوا عليا فطاير. ايه وجد قوة والحمد لله شافوا صنف جديد، يعني انه شو هالشعبيات هاي غير شعبياتنا. سمعت في تيك توك وما تيك توك، فتحت هيك صفحه على تيك توك وفيسبوك والحمد لله باشرت على السوشيال ميديا. ايه والحمد لله اسم ابو حمزي معروف هلا صار الحمد لله رب العالمين، صار لي 3 سنين عندي تقريبا شيء 73,000 متابع على تيك توك، كله بيحكي معي كلهم بيجوا لعندي وبيجوا بيطلبوا مني شعبيات في اعراس. نحن هلا متعودين بسوريا الاعراس والخطبه وكتب الكتاب كلياته بيوزعوا شعبيات، ايه والحمد لله بيتواصلوا معي وبيجوا بياخذوا وعم بيرجعوا الحمد لله رب العالمين. انا وشباب رفقاتي، يعني في شباب رفقاتي كثير لبنانيه دوقتهم اياها كذا مره، قالوا نطلع نجي ناكل معك، وقرايبيني كله صار بدي يجي لعند ابو حمزي هون. يا اخي لقمته طيبين، بتردد على طول عند ابو حمزي، بياخد غراضي مثل اللي هي الشعيبيات متعلق فيها كتير، عنده اصناف كتير بس الشعيبيات هو الاكثر شهره فيها.